برحب بحضراتكم في محاضرة اليوم. الموضوع بتاع المحاضرة النهاردة هو أحد تطبيقات الانفيرترز، الـ DC-to-AC inverters، وهو الـ UPS. الـ UPS ده هو الـ Uninterruptible Power Supply، مصدر طاقة غير منقطع. طيب، what is the motivation؟ ما هو الدافع؟ الدافع ما يلي: حدوث power disturbances في networks. الالكتريسيتي عادة بتيجي منين؟ من محطات الجنريشن بأنواعها، سواء كانت steam power plants، gas fired power plants، hydraulic power plants، أو renewable energy sources like the wind turbines أو photovoltaic systems أو diesel units. كل دي مصادر ل أو أنواع مختلفة للإلكتريستي generation. لكن لما بنيجي الطاقة الكهربية بعد ما بننتجها بنحتاج نوديها للمستهلكين، فيتم نقلها ثم توزيعها. مسافات اللي بننقل فيها الطاقة الكهربية لحد ما بتوصل للإند يوزر بيحصل مشاكل كتير، منها خطوط الأبراج الكهربية قد تتعرض لسيرجز بأنواعها، سواء لايتنينج سيرج أو تتعرض للسويتشنج سيرجز أو تتعرض للفولتس، أو قد الشبكة الكهربية مايت سافرز فروم أوفرلودينج فيبتدي يحصل فيها فولتج يعني دروب، أو دايما قد يكون في هناك الأحمال الصناعية بترفلكت بهارمونيكس على الشبكة. فالأنظمة التعامل مع الطاقة الكهربية تتعرض لمشاكل وتتعرض لتلوث، بس تلوث كهربي. فهنا بيظهر قدامنا التيرم بتاع الباور كواليتي، جودة الطاقة، لأن جودة الطاقة تتأثر بأشياء كثيرة، تتأثر بمشاكل الأحمال وتتأثر بالانترفيرنس. يعني حتى الكوميونيكيشن سيستمز لو قريبة من الباور لاينز بيحصل مشاكل، لمستوى إن خطوط نقل الكهرباء، آسف، خطوط نقل البترول الأويل أند جاز بايبس، خطوط أنابيب نقل البترول والغاز، تتعرض أيضا لمشاكل من إنها تكون مقتربة من خطوط نقل الطاقة الكهربية بالهاي فولتج، لأنها بتعمل حاجة اسمها الإيه الكابلينج، الفولتج كابلينج، اللي هو بقى الانديوسد فولتج. الانديوسد فولتج ده قد يكون كاباسيتيف، قد يكون اندكتيف، قد يكون كوندكتيف. لما يحصل ايرث فولت من التاورز بتاع نقل الطاقه الكهربيه، ده بيؤدي الى من خلال الكرنت اللي بيبقى ديستريبيوتد في الارض بالماجنتيك فيلدز اللي بتحصل على الاويل بايبس. ممكن على فكرة الأويل بايبس نفسها بتنصهر وبتسبب حرائق، والغاز بايبس نفس الكلام. ف ده إذا كان ده تأثير خطوط الكهرباء على الحاجات التانية، مصادر يعني إيه الفاسيلتيز الأخرى. لكن خطوط الكهرباء نفسها بتتعرض لمشاكل، الفولتس، اللايتنينج سيرج اللي بتحدث من الصواعق الضوئية اللي بتحدث في الطبيعة تأثر على الخطوط، الأوفرلودينج، الهارمونيكس اللي جاية من الصناعة، السويتشينج، بدخل ترانسفورمر كبير وبخرجه، ستارتنج بتاع موتورز، وهكذا. كل ده يؤثر بقى. يعني انت كل ما تبعد عن مصادر، عن محطات التوليد وتمشي على خطوط النقل وتقرب، تدخل على بعد كده محولات التوزيع الديستريبيوشن، تقرب من مناطق الاحمال، الشبكه بتبتدي يعني ايه يظهر فيها امبيدنسز كتيره. انا كل
كل مرحلة من المراحل اللي انا قلتها دي هي عبارة عن امبيدنس داخلة في الدايرة، سواء شنط سواء سيريز. الخلاصة ان يبتدي بقى الايه اللودز نفسها يظهر تأثيرها على شكل السورس، سواء بقى بارتفاع ايه، بارتفاع الجهد، بانخفاض الجهد، بانجكشن للهارمونكس، وهكذا. كل دي بنقول عليها باور كواليتي ايشيو. بور باور كواليتي، ماذا تعني كلمه بور باور كواليتي؟ تعني سيستم داون، يعني انا خلاص بفقد السورس، او ان انا السيستم يبقى لو انا مثلا بشغل كريتيكال لودز، بشغل كريتيكال لودز زي مثلا داتا سنتر، لو الكهرباء قطعت عنه انا ممكن افقد المعلومات وخلاص يعني ما اقدرش اتواصل، الشاشه تبقى بلاك، وممكن افقد زي ما قلت افقد داتا ويحصل هاردوير مايت بي كوربتد. من هنا نحاول نفحص الباور كواليتي ايشوز. اول حاجه بتقابلنا الانتربشن، ان الكهرباء تقطع اصلا، ودي كلنا بنتعرض لها، او لان شبكات الكهربيه مليانه العديد والعديد والعديد من المعدات والاجهزه. الاجهزه عاده لها لايف تايم ولها صيانه، والاجهزه تؤثر وتتاثر، ارتفاع تتاثر بالبيئه، تتاثر بالضغط، تتاثر بالرطوبه. ويمكن كلكم انتوا صغيرين، يعني انتوا كبار في السن، من سنه 2000 اعتقد و19 لما حصل طقس سيء، اعتقد من ذاكرتي ده كان تقريبا في شهر 3 او 4 على مستوى الجمهوريه، لما حصل يعني ايه امطار غير مسبوقه، امطار غير مسبوقه وكانت عنيفه واستمرت 3 4 ايام، وكلنا شفنا ايه اللي حصل. الكهرباء قطعت واختلت، وبالذات في بعض المدن الجديده، المناطق اللي هي صحراويه ربما بقى فيها مشاكل نتيجه وجود مرتفعات ومنخفضات، فالمياه اتجمعت في مناطق منخفضه فوق مستوى قدره منظومات الصرف، فبالتالي حصل بقى مشاكل في الالكتريستي كبيره. هذه الباور انتربشن. فالاجهزه والمعدات الكهربائيه زي السويتش السبستيشنز والسويتش جيرز او الكيبلز والديستريبيوشن بوردز والترانسميشن لاينز، كل ده يتعرض او يتاثر بالنواحي البيئيه زي ما قلنا الحراره، الرطوبه، الدست، وهكذا. من ضمن المشاكل اللو فولتج، ان ينخفض عندك الفولت بتاع المصدر او يرتفع. اذا انخفض بيعمل لك مشاكل في الاجهزه، واذا ارتفع برضه بيحرق لك الاجهزه. فجأة حد يقول لك ايه، الحق التلاجة اتحرقت، الحق الشاحن بتاع الموبايل بتاعي اتحرق، الحق مثلا ايه ده الريسيفر بتاع التلفزيون بتاع الدش اتحرق، وهكذا. او قد يحدث سبايكس الترانزيت، دي قد تأتي من زي ما قلت لايتنينج سيرج، تضرب خط الكهرباء اللي هو في الشارع اللي هو الترانسميشن لاين، ده طبعا بيكون تأثيره على 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 جزء كبير جدا من الشبكة. او الهارمونكس نتيجه الصناعه المعدات الصناعيه، او كومبايند بقى كومبايند انتربشن، ان يبقى عندي ارتفاع جهد وانخفاض جهد، وجود سبايكس، انقطاع، ديستورشن ناتج من الهارمونكس. يبقى هنا زي ما انا شايف اهو، ده بنسميها بقى الانخفاض، بنسميها فولتج تاج، او امبلس دي ترانزيانت، او اوتش يقطع، او نويز، او هارمونكس. هنا ناتي بقى للستاندردز بتقول ايه. The IEEE has recommended guidelines for acceptable limits of harmonic content for system below 69 kV maximum voltage total harmonic distortion is 5%. المفروض ما يتعداش 5% للأنظمة تحت 69 كيلو فولت. With no individual harmonic component
exceeding 3%. حتى الانديفيدوال هارمونكس المفروض الاعلى هارمونيك فيهم ما يعلاش عن 3%. And this is, you can find it in the IEEE standards 549. معايا شباب؟ حضرتك يا غالب. So, what is the perfect wave? The optimal power condition. أحسن حاجة. يا سلام، شايفين المنظر الجميل ده؟ الساينوسويد دي اللي ماشية في تيوب جميلة كده، ثابتة، كونستانت، كلين باور، ولا انخفضت ولا إيه؟ ولا ارتفعت ولا تشوهت ولا تأثرت. فهذه حالة إيه؟ حالة ideal، مثالية. So how can we reach to this perfect source waveform? There are many techniques, to يعني to reach to this. Now let us talk about UBS. What is the UBS? UBS means uninterruptible power supply. لما اجي اترجمها تطلع ايه؟ مصدر قدرة غير منقطع. من ضمن الحاجات الظريفة، كنت في احد الشركات فلقيت، فكنا بنراجع كده مناقصة، فلقينا ايه المهندسين كاتبين ايه وحدة حفظ تيار، يعني بيقول على اليو بي اس وحدة حفظ تيار. حتى انا قلت لهم الكلام ده غلط، مفيش حاجة اسمها التيار ما بيتحفظ، احنا اليو بي اس بتحفظ في قلبها انرجي مش بتحفظ تيار. ثم ما اسمهاش وحدة حفظ تيار، اسمها وحدة قدرة، وحدة قدرة غير منقطعة، أو مصدر قدرة كهربية غير منقطعة. ده التسمية الصحيحة بتاعته. طب إيه حكايته؟ حكايته إنه بياخد الإلكتريستي من السورس، ياخده بمشاكله اللي إحنا اتكلمنا عليها، الانخفاض، الارتفاع، النويز، الهارمونيكس، الانتربشن، ويعدي على اليو بي اس ويبقى عنده مصدر حفظ للطاقة الكهربية اللي هي البطاريات. يخرج، يا سلام، يخرج ايه من، شوفوا الصورة اللي على المصدر، شكل المصدر على الشمال ايه؟ ملخبط، مخربط. شوفوا المصدر شكله ايه على اليمين؟ زي الفل. يعني ايه؟ خارج بستكس محددة، في variations ولكن specified determined محدد. ثم يروح للcritical load. A UBS ensures uptime, data saving, hardware protection. يعني ايه الكلام؟ الأجهزة الإلكترونية يا أخوانا الحساسة دائما بتتأذى من السبايكس، من مشاكل المصدر، من الباور كواليتي. إذا ارتفع الجهد زي ما قلت لك، تلاقي باور سبلاي بتاع كمبيوتر اتحرق، تلاقي شحن بتاع موبايل اتحرق، تلاقي تلاجة اتحرقت، وهكذا. يعني أنا عايز من حد، يعني هل حد منكم بيسموها إيه؟ شاف حاجة زي كده ولا لا؟ حد يرد؟ يا إخوانا، يا مواطنين، حضرتك يا دكتور، حد يرد؟ دكتور، كانت الثلاجة كانت باظت، بس كان شركة الكهرباء كانت عمالة كل شوية بتقطع الكهرباء. أيوة، بص، هي ممكن لما الكهرباء تقطع وتيجي ويكون الكهرباء مش مظبوطة بيحصل فيها اهتزاز، فيحصل عندك أوفر فولتج ويحرق لك الحاجة. معايا؟ أنتوا عارفين لو بعضكم ساكن في المدن الجديدة، مش هنقول فين بقى عشان يعني إيه، لكن المدن الجديدة على إطلاقها، الشبكات الكهربية أحيانا بتكون غير مستقرة، بتبقى ماشية في مسافات طويلة، وبتبقى التغذية البيت بتاعك في الآخر جاية من كذا ديستريبيوشن بوكس، اللي هو الإيه الكويسك. يعني الديستريبيوشن بوكس ده تلاقي مثلا إيه الكابلات مش متربطة على بارات النيوترال كويس. أنت تعرف إن نقطة النيوترال لما ما تتربطش إيه اللي يحصل؟
في التوزيع. يعني تخيل المنزل بتاعك داخل له كهرباء 3 لاينز ومفيش نيوترال، النيوترال فلوتنج، يبقى النيوترال بتاعتك هتتخلق جوه البيت لو انت التوزيع بتاعك كان 3 فيز. بس الفيز فولتج في الحاله دي ات ويل ديبند اون ذا لود اون ذا لودز ديستريبيوشن اون ذا 3 فيزز، مينز يو ويل نوت جين ان ايكوال فولتج يعني ليفلز سيم فولتج ليفل اون ذا 3 فيزز. تلاقي واحد طلع لك فيزا طلعت لك 286، واحده ثانيه 126 ولا حاجه، النتيجه الحتميه ايه؟ اوفر فولتج على اللاين واندر فولتج على اللاين الثاني. فورا فورا اي جهاز اتضرب بالهاي فولتج ده لمبه ليد تلاقيها اتحرقت، شحن موبايل تبقى فاير. تلاقي مثلا اسمه ايه الثاني ده؟ تلاقي مثلا اللي هو الدش مثلا او الريسيفر بتاع الدش برضه يتحرق، وهكذا. كل الالكترونيك ديفايسز يا جماعه دائما هاي سنسيتيف للاوفر فولتج. من ضمن الحاجات برضه اللي بتتحرق الثلاجات، ليه الثلاجه دايما بتتحرق؟ لان الثلاجه اصلا داخل الموتور بتاعها داخل على كومبريسور، فالكومبريسور ده لما بتيجي ترفع الفولتج عليه الكومبريسور بيعمل نوع من البريكنج على الموتور، بيعيق يعني بيعيق حركه الموتور، فبالتالي يرتفع الفولتج ويرتفع التيار وممكن الحمايه بتاعه الثلاجه ما تحميش، عشان كده بتطير وبتتحرق. تمام؟ طب الحاجات دي بتمثل خسائر. طيب لكن اليو بي اس احنا مش هنستخدمه برضو عشان تبقوا فاهمين. عاده في الديستريبيوشن انا مش هستخدم يو بي اس عشان احمي الثلاجه شايف، لكن عندنا حاجه في تنويع او تصنيف او جريدنج في الاحمال. الاحمال بيبقى ليها ايه؟ ليها يعني عارف تصنيف. ففي احمال عاديه زي حمل الاضاءه مثلا، زي حمل اللي سواء بقى الحاجات دي كانت احمال منزليه، احمال اداريه، احمال صناعيه. الاحمال دي كلها كهرباء تركب، هنعمل ايه يعني؟ انت فاهم؟ لكن في حاجات احمال ما ينفعش اقطع عنها الكهرباء. تعالوا ناخد امثله. اول حاجه كل ما له علاقه باللايف سبورت، حياه البشر، غرفه عمليات في مستشفى ماشي، طبيب بيجري عمليه جراحه مثلا، اي انواع من انواع الجراحه ربنا يعافيكم يعني. طيب ينفع الطبيب وهو شغال وغرفه جراحه والمريض خلاص يعني اندر سيرجري، يعني الراجل خلاص العمليه الجراحيه بتجرى ليه، يقطع عنه التيار الكهربي ده موته. ده موجود على اجهزه لايف سبورت، اجهزه اللي هي بتاعت دوره الدم والتنفس الصناعي وخلافه. اذا غرفه عمليات ادي نموذج حرج ما ينفعش نقطع عنه الايه؟ الكهرباء. تعالوا مثلا داتا سنتر بتاع بنك، فرع بنك مثلا، خلاص البنك ينفع اقطع عنه الكهرباء؟ ما هو الكهرباء العموميه اللي جايه من الشبكه من شركه الكهرباء قطعت، لازم يبقى الناس دي جوه فرع البنك عنده اجهزه يو بي اس على الاقل تشغله ساعتين، وبالتالي لما الكهرباء ترجع، فرضنا الكهرباء طولت برضه، بيبقى هم عندهم وحده ديزل احتياطي. يعني ايه؟ عاده الكهرباء لما بتقطع اليو بي اس ما فيش زمن انتقال، زمن الانتقال بيبقى صفر، فاليو بي اس بيدخل او هو بيبقى داخل بالفعل داخل ريدندنس داخل بارلل. دي انا اشرحها لكم ليه. لكن اذا الزمن بتاع قطع الكهرباء من شركه الكهرباء طول، الديزل يدخل. يبقى دايما الاجهزه عندها هايبريد انرجي، مصدر من اليوتيليتي، ستاند باي جنريتور، ويو بي اس ده علشان يبقى اون لاين داخل معانا على الخط. ادي نموذج ان انا احمي بيانات بتاعت ايه؟ بتاعت بنك. خد بقى احنا بنتكلم على الفروع، طب خد بقى البنوك الماسترز يعني البنوك الرئيسيه، ادي نموذج. تعالى بعد كده ناخد نموذج تاني. احنا انظمه الاتصالات
انظمه الاتصالات اللي شغاله دي اللي هي شبكات الموبايل، شبكات الموبايل كلنا بنشوف في الشوارع الابراج اللي شايله الهوائيات، الابراج دي تحت في الغرفه بتاعتها بتلاقي منظومه يو بي اس شغاله، والكهرباء بيبقى دايما برضه عنده مصادر الكهرباء الشبكه دي وحده ديزل ويو بي اس، وهو طول الوقت شغال على البطاريات، البطاريات يعني تدي وتاخد عماله تشحن يعني كده على طول، لكن اذا المصدر قطع البطاريات اصلا شغاله فمش هيحصل حاجه. طيب لو البطاريات هتبتدي تنزل سنه وتتفرغ الديزل يدخل، الكهرباء العموميه رجعت خلاص متشكرين. فكل انظمه الاتصالات شغاله على اليو بي اس سيستم. تعالوا ناخد نموذج ثاني، الاجهزه الامنيه اللي هي اللي عليها بقى بيانات المواطنين والكلام ده كله وانظمه الكنترول بتاعتها والمراقبه، الكلام ده ما ينفعش نقطع عنه الكهرباء. ناخد نموذج ثاني، المطار، المطارات، وحده مراقبه الطيارات اللي شغاله في الجو والمانجمنت بتاعتها والتحكم واجهزه الرادار اللي شغاله دي في المطارات تشتغل ازاي وتقطع ازاي؟ ما ينفعش تقطع عنها الكهرباء اصلا، بل ان انا في نهايه المحاضره اوريكم حاجه بيستخدموا حاجه اسمها روتري يو بي اس، لان انا اليو بي اس اللي هنستخدم فيه الانفرترز هنلقاه موجود بقدرات 200 كيلو واط و 300 كيلو واط او 500 كيلو واط، بس اول ما بنعلى فوق ال 500 كيلو واط لا الموضوع بيبقى ايه؟ بيبقى بنطلع لحاجه ثانيه خالص من انواع اخرى من اليو بي اس، بنستخدم الماشينز بنقول عليها روتري يو بي اس، ودي بيستخدموها في المطارات. طيب ادي انا حكيت لكم بعض الانواع من الايه الاحمال الحرجه يعني، وهي كثيره ايضا يعني ايه يعني في حاجات كثيره. هدي نموذج اخير واسكت، الانفاق يا جماعه، الانفاق يعني مثلا كلنا احنا الناس احنا سكان القاهره، فاحنا عندنا نفق الازهر، فنفق الازهر ده تقريبا طوله مثلا من وجهه نظري حوالي 2 كيلومتر وانت تحت النفق، هل ينفع اكون معتمد في مصدر الكهرباء فقط على الشبكه بتاعت شركه الكهرباء حصل اي سبب انقطاع والناس جوه النفق في عربيات كتير، معناه لازم تسحب الهواء ده، لازم تعمل تغيير اكستشنج للهواء على طول، لازم يبقى فيه فريش اير فورس داخل النفق وفريش اير اكزوستد، اسف اكزوستد اير يعني الهواء المحمل بالعادم بتاع السيارات يتسحب يطرد، وباستمرار بعمل انجكشن حقن لهواء فريش، غير كده الناس تموت، غير كده الناس تتخنق من عدم السيارات تحت. فهنا برضو دي انظمه باك اب باور سبلايز، مش بالضروره دي تكون يو بي اس، لكن الاضاءه ممكن احطها يو بي اس. يعني ايه المواتير اللي هي كلكم بتشوفوها على فكره في نفق الازهر في بلورات فانز، دي مش شغاله يو بي اس، دي شغاله على ديزل يعني لو انقطع الكهرباء، لكن الاضاءه ما برضو انت ما ينفعش تقطع الاضاءه وهكذا، تمام؟ فقد الاضاءه برضو كارثه. So what are the requirements to UBS? UBS I should يعني buy it with low cost. It should be lowest installation cost. مفروض ما يبقاش فيه no electrical disturbances. Resistive load power factor. ما بيديني كمان لازم اخد منه كونستنت كلين باور، لوست الكتريستي بيل، لو ويت، سمول فوت برينت، لو هيت ديسيبيشن، لو اوديبل نويز. تعالوا نشوف مجموعه شكل السيستم الهايبريد ده. انا عندي المين اللي هو المصدر بتاع شركه الكهرباء، عندي ديزل جنريتور، وعندي وحده الايه التبادل ما بين المين سبلاي والديزل، الاثنين دول يخرجوا يروحوا على ديستريبيوشن بورد، واليو بي اس داخل بقى هنا في المنطقه دي، فاليو بي اس، وبعد كده عندي الديستريبيوشن بانلز هنا، الوحده دي هي اللي بتعمل ايه ترابط ما بين اليو بي اس وما بين الايه وما بين اللودز. فهنا اذا المصدر موجود تعظيم سلام بنخرج نروح على اللودز على طول، لكن ما يمنعش ان احنا نعدي على اليو بي اس، وهنتكلم
يقدروا اليو بي اس في الحكايه دي. اذا المصدر قطع واليو بي اس بدا يقل من الطاقه المخزنه فيه تنزل من البطاريات فالديزل جنريتور يدخل. تمام؟ واحد يسالني فرضنا المصدر قطع لمده طويله والديزل جنريتور الوقود خلص والانرجي اللي موجوده في البطاريات هتفضى. يعني دي حالات نادره وحالات يعني ايه ما بتبقى يعني بات سيناريوز مش بالضروره تبقى هي دي الكومن يعني. طب what are the UBS technologies? There are too many or three main configurations for the UBS. The first one is the offline standby UBS. The second one is the live interactive. And the third is the double conversion UBS or what we can say online UBS. طيب ايه الفرق بين الثلاث حاجات دولة؟ الأوفلاين دي حاجة cheap يعني حاجة رخيصة common. يعني انت ممكن في مكتبك او في بيتك تجيبها تشغل مثلا ايه شويه اضاءه صغيره تشغل جهاز كمبيوتر تشغل تلفزيون مثلا. اللاين انتراكتيف اكبر سنه في القدره ممكن يوصل لحد مثلا 5 كيلو فولت امبير. اما الدبل كونفرجن من اول بقى 5 لحد 300 او 500 كيلو فولت امبير. Let's talk now about the standby UBS. هنا يا جماعة اللي يبدو لكم للوهلة الأولى إن الـ UBS هدفه الأساسي إن لما الكهرباء تقطع يغذي لي الكريتيكال لود. صح ولا غلط؟ حد يرد عليا؟ أيوة يا دكتور. أيوة دكتور. ده المفهوم الإيه؟ الأساسي. لكن هناك مفهوم آخر. اليو بي اس بجانب انه بيبقى مصدر طاقه بديل او احتياطي هو نفسه تقنيه تستخدم لتحسين شكل الويف فورم بتاع المصدر. طب تعالوا نتكلم. ادي الستاند باي يو بي اس. اصلا خدوا بالكم من الخط الاسود التخين ده. احنا الكهرباء بتيجي من المصدر تدخل على سيرج سبريسور عشان لو عندك اي سيرج جايه فانا ممكن امتصها، ممكن ادخل على فلتر وبعد كده اروح على الترانسفير سويتش على الايه على اللود. كلام جميل. عشان كده الستاند باي بنسميه اوف لاين يو بي اس. الانفرتر في الحاله دي مش شغال، الخط بتاعه جراي. لما الكهرباء تقطع ايه اللي يحصل؟ هنشتغل من المصدر على البطاريات. المفروض بتبقى ده الشاحن والبطاريات بتبقى مشحونه، بنروح على الانفرتر ياخد الدي سي يقلبه اي سي وبعد كده يروح على اللود. الميزه هنا ايه في الاوفلاين بيس؟ انه هاي افشنسي كومباكت لو كوست، ولكن يستخدم البطاريات فقط في حاله الانقطاع، لكنه ليس عمليا فوق مستوى 2 كيلو فولت امبير. ادي شكل الايه ال UBS اوف لاين زيه زي الديسكتوب كمبيوتر. اللاين انتراكتيف، اللاين انتراكتيف بيبقى عندنا في ترانسفير سويتش. انا رايح لل اي سي الانفرتر اللي هنا. الانفرتر بيدخل بارشلي، وهشرح لكم كلمه بارشلي. يعني هنا في الاوف لاين الانفرتر ما بيدخلش الا لما الكهرباء تقطع، اما هنا اللاين انتراكتيف الانفرتر بيبقى مشغل مع الشبكه بس بيعوض مشاكل الشبكه. يعني لو الفولتج قل هو يزود، لو الفولتج زاد هو يقلل. عشان كده بنقول ايه؟ بيحسن من حاله المصدر. اما اذا انقطع التيار فهو يعمل. هنفهم اكتر من الكونفجريشن دي. ده لاين انتراكتيف يو بي اس. ايه الحكايه؟ ادي المصدر داخل، ادي سويتش، بعد كده بروح على ستاتيك سويتش. اذا شغلته المصدر يعدي على الفلتر، بعد كده يعدي على سيريس ترانسفورمر. البرايمري بتاعه ساخن سيريس اهو مع اللاين، اسمه باك بوست ترانسفورمر، يخرج يروح على سويتش يروح على الاوت. لحد كده الكلام ايه؟ الكلام مفهوم. لكن انا باخد من الترانسفورمر السكندري بتاعه على التشارجر. التشارجر بيروح يعمل ايه؟ يشحن البطاريات. تمام؟
وبعدين البطاريات المفروض ان هي مشحونه. طيب تعالوا اتخيلوا ان الكهرباء الفولتج هنا ضعف نزل، البطاريات تبتدي تاخد جزء من الطاقه اللي مشحونه فيها وتروح على الانفرتر يعمل بوستنج. يعني ايه؟ يدي فولتج يساعد المصدر اللي داخل وبيخلي الفولتج اللي خارج هنا ايه؟ ثابت. طيب لو الكهرباء اللي داخله عليه الفولتج عالي قوم هنا ده انجكت فولتج نيجاتيف، قوم يعمل ايه؟ يظبط الفولتج في الاول. عشان كده بس يبقى البوست الباك بوست ترانسفورمر ده هو اللي عمل حكايه الايه اللاين انتر اكتيفيتي، يقدر تتداخل مع الايه تداخل مع المصدر. طب اذا الكهرباء قطعت يا شباب ماذا يحدث؟ ماذا ايه ماذا يحدث اذا الكهرباء قطعت؟ خلاص الانفرتر شغال يخرج من البطاريات يروح على الاوتبوت فلتر يروح على الاوتو ترانسفورمر ده يخرج على الاوتبوت. طيب حد يسالني امال ايه الخط اللي فوق ده اسمه الباي باس ستاتيك سويتش؟ لو انا عندي مشاكل في البطاريات، لو انا عندي مشاكل في الانفرتر وعايز افضل شغال على المصدر ولا يهمك عادي اقفل السويتش ده شغل الستاتيك سويتش ده اخرج على الاول. اي سؤال يا قوم؟ يلا يا شباب حد يسمع. معلش السؤال تاني يا دكتور؟ انا بقول انتوا اللي تسالوا مش انا اللي اسال. سامع عندي عمال حد يسال. طب حد فاهم حاجه؟ وانا فاهم يا دكتور. انت مين؟ ديفيد. ما تسكت يا ديفيد، خلي حد غيرك يتكلم. انت عمال تتكلم من الصبح، مين تاني عايز يبقى مين فاهم مين مش فاهم؟ يا قوم مش عايز اقول اسال كلنا فاهم. ايوه يا دكتور. مين انت؟ مين؟ انا كريم. قول يا كريم. لا انا تمام، انا فاهم، انا فاهم كل حاجه، بس اللي انا بس عايز اساله هو في الجزئيه دي احنا علينا نعرف شكل السيركت كامله صح؟ يعني السيركت دي ازاي نرسمها وكده صح؟ سكيماتيك زي ما نرسم. تمام، يعني نرسم شكل السيركت كده بالظبط، مش بالشبه يعني، مش او مش هي اللي هتيجي يعني. انت قلقان من دي؟ لا علشان شكلها كبير بس ويعني واسعه بس شويه. يعني اما تقعد مع نفسك يعني هتحفظها يعني ولا هتعمل ايه؟ طب ما انا اجيبها لك واسالك عليها، ايه رايك؟ ايوه انا قصدي علشان هو في اكتر من سيركت في المنهج يعني، ف هيدخلوا في بعض وكده. لا لا ما تقلقش. طيب ايه تاني؟ حد تاني غير كريم عنده رأي؟ يلا يا جماعة تشجعوا. طيب اكمل. هنا اليو بي اس اللاين انتراكتف زي ما قلت لحضراتكم انه هو متاح او ممكن حتى 5 كيلو فولت امبير. تعالوا بقى ناخد الاهم وهو اللاين الاونلاين يو بي اس. اونلاين يعني ايه اونلاين؟ مين اللي اونلاين ومين اللي اوفلاين؟ الانفرتر اوفلاين. لو تفتكروا الحاله اللي فاتت دي اللي هو ده الاوفلاين يو بي اس، كان الانفرتر ما يشتغلش الا اذا الكهرباء قطعت، وبالتالي كنا بنحتاج الترانسفير سويتش. الترانسفير سويتش طبعا ساعه الكهرباء ما تقطع وعشان اخرج من الانفرتر بيبقى ليه زمن ترانزيشن، زمن نقل. فزمن النقل ده قد يكون 10 مللي سكند، لكن الاونلاين يو بي اس انا ما عنديش زمن نقل اصلا. ازاي؟ ادي الكهرباء اللي داخله اصلا داخله على التشارجر رايحه تشحن البطاريات، بخرج من البطاريات على الانفرتر من الدي سي تو اي سي رايح على الكريتيكال لود على طول. يوم
سوى ان انا ممكن اوصل لقدرات قد اصل الى 500 كيلو فولت امبير او 1 جيجا. تمام. يمكن كمان نسيت اقول لكم ان من الاحمال الحرجه ايضا انظمه البث الاذاعي والتلفزيوني. مثلا تلفزيون بتاع الدوله او الاذاعه بتاعه الدوله دي من المناطق اللي بنسميها كريتيكال لودز، ما ينفعش يكون معتمد على مصدر كهرباء حر او على الديزل. المصدر اللي جاي من الشبكه بيبقى موجود وممكن يبقى تبادلي وجاي مبنى التلفزيون كذا خط، كل ده ماشي، وفي وحدات للمانوفرنج للنقل الاوتوماتيكي من خط على خط عادي على خطوط الميديم، وبعد كده جوه عن جوه ديزل عادي. لكن بنيجي بقى الاجهزه الالكترونيه الخاصه بقى بالبث والحاجات دي كلها، لا كلها محمله على منظومات يو بي اس. تمام. هنا الاونلاين يو بي اس بقى البينيفيتس: اكسلنت فولتج كونديشننج، ايز اوف باراليلنج، لو افشنسي، اند ات از امبراكتيكال اندر 5 كي في. طب لو الكهرباء قطعت يا جماعه، اسف، الكهرباء موجوده انا شغال من على الانفرتر، الكهرباء قطعت انا شغال برضو من على الانفرتر، امال ايه الخط اللي فوق اسمه خط الباي باس، انا ممكن انقل عليه اثناء الصيانه على سبيل المثال. تعالوا ادي شكل من اشكال اليو بي اس الاونلاين. ادي بقى ناخد السنجل لاين دايجرام ده او السكيماتيك ده، ده مش سكيماتيك ده عفوا، ده يعتبر بلوك دايجرام. البلوك دايجرام ده للاونلاين يو بي اس. تعال نحاول نفهم، انا عندي تلاحظوا ايه، مسار فوق اسمه المسار الباي باس، والمسار تحت المسار الرئيسي بتاع الانفرتر، وايضا عندي الايه الاستاتيك باي باس. اصلا الكهرباء لما تبقى موجوده انا هدخل على ايزوليتنج ترانسفورمر واروح على التشارجر ريكتفاير واشحن مين البطاريات، واخرج من البطاريات على الانفرتر، واخرج على اوتبوت ترانسفورمر، اروح على الستاتيك سويتش، اروح على الايه الكريتيكال لود. كل ده كلام جميل، ولذلك هو هنا عندي كذا مود من الاوبريشن. بنقول النورمال اوبريشن، الباتري اوبريشن، الباي باس اوبريشن، الستاند باي اوف او المانوال باي باس. تعالوا نفهم النورمال اوبريشن، الوضع الطبيعي زي ما اللون متعشر ده، المصدر موجود بيدخل على انبوت ترانسفورمر، وواحد كده يسالني يقول لي والله ايه لازمه الانبوت ترانسفورمر، هقول لك ايوه يا اخي انت زعلان ليه، انا هفصل على هعمل يا سيدي ستار دلتا او دلتا ستار، لو عملت دلتا ستار اصلا اي هارمونكس تريبلنج جاي من الشبكه مش هتعدي، وخلقت نيوترال معزول عن نيوترال بتاعه الشبكه. اصلا كمان لا يزال هنا في الانبوت ترانسفورمر انا مش محتاج نيوترال، لان انا بروح على الاكتفار على طول، بشحن البطاريات اروح على الانفرتر. طب ما انا رحت للانفرتر بقى عايز اخلق نيوترال، فلازم اروح ادخل على الترانسفورمر، هدخل على دلتا ستار، بقى عندي 3 فيز ونيوترال، اروح على اللود. ادي اول حاجه. طب ناخد اللي بعدها، جت الكهرباء قطعت، حيث ما تقطع، بص يا جماعه ما فيش زمن نقل اصلا، there is no transition time because the inverter is online parallel with the load with the network. هو مش parallel بمفهوم انه parallel يعني داخل معاه synchronized، لكن هو البطاريه مع الانفرتر طالعه على البص على طول، الكهرباء تقطع خليها تقطع، راح تخرج الانرجي من البطاريات تروح للانفرتر تمشي في الاتجاه اليمين ده. هسأل حضراتكم سؤال، هل في إمكانية ما تمشي شمال من يرد؟ رد يا ديفيد. يا ديفيد. دكتور ممكن بس تجيب الصورة تاني؟ أهو. أنت عارف أنا بقول إيه؟ ممكن تمشي في الشمال ولا لا؟ رد. هل ممكن تمشي كده؟ اكيد لا. الريكتفاير هو اسمه الموحد، صح ولا لا؟ يوحد الاتجاه، فيمال يمشي من المصدر للبطاريه، والعكس غير صحيح، مفهوم؟ ايوه. طيب ادي الباتري دكتور، علشان الريكتفاير كله يعني دايودز وثايرستكس. برافو عليك. بص اسمك ايه اللي بتتكلم؟ كريم.
يا كريم اصلا بص يا ابني، هو اصلا انا راسم لك بلوك دايجرامز، لكن انا هرسمها لك سكيماتيك الموضوع هيبقى طول كبير، صح ولا لا؟ ايوه تمام. مفهوم. طيب ادي الباتري اوبريشن، تعالوا ناخد الباي باس اوبريشن. ايه حكايه الباي باس؟ عادي انا بقى عايز اعمل باي باس على الانفرتر لاي سبب، فانا اقدر ادخل من الشبكه على فوق على الباي باس سيكشن ده، على الباي باس ترانسفورمر، واروح على الباي باس ستاتيك سويتش، واروح على اللود. وفي حاجه ثانيه اسمها الايه؟ المانيوال باي باس. ايه المانيوال باي باس ده؟ ان انا اصلا امشي من هنا، امشي من فوق وامشي على السكه دي، بعيد حتى عن الستاتيك سويتش. دي بنستخدم المودز دي عشان اعمل الايه؟ الصيانه. معناها ان انا ضامن حتى وانا بعمل صيانه للاو اس لاي سبب ما بقطعش الكهرباء عن اللود. مفهوم؟ طيب نيجي بقى هنا نقطة جميلة قوي، ازاي نعمل نقطة نيوترال في اليو بي اس؟ يعني ايه نيوترال؟ انت عارف ان الانفرتر اصلا هيبقى عندنا بطاريات وعندنا الانفرتر، الانفرتر بيخرج 3 لاينز 3 بوينتس 3 فيز فولتج، بس اي نيد نيوترال فور ذا فيز تو يعني تو فيد الفيزز الفيز لودز او اللي هو ال 220 لودز، الحاجات اللي شغاله على 220. عادي انا اقدر اجيبه من خلال فلتر ال سي زي ما انتم شايفين كده، خلقت نقطه نيوتر ادي طريقه، بس دي بتكلفني المكثفات. او طريقه ثانيه اخرج من الانفرتر اروح على مين؟ على دلتا ستار ترانسفورمر. مش دي تخلق نيوترال ولا ما تخلقش؟ رد خرق يا شباب يا اولاد، مش فاهمين ليه؟ حد يرد؟ رد يا كريم، خرق يا دكتور. رد يا كريم. ايوه يا دكتور. ما هو يا ابني اهو ادي المخارج نقطه 3 فيز اي بي سي، تمام، راحت على الترانسفورمر البرايمري دلتا السكندري ستار، يبقى عمل نيوترال ولا ما عملش؟ هو الستار بقى فيه، الستار بقى فيه نيوترال، الستار بقى فيه نيوترال. حلو، انا هسألك سؤال خطير، هل الستار دي النيوترال بتاعت السكندري ليها علاقه بالنيوترال بتاعت المصدر؟ الاجابه ايه؟ ولا لا. معزوله؟ لا معزوله غالبا. برافو، اذا بقى اليو بي اس هنا حقق انفصال عن الشبكه، حقق انفصال يعني، ولذلك هو بقى محتاج انك انت هنا تعمل ايه؟ ايرسنج للنيوترال بتاعت اليو بي اس، لان اليو بي اس النهارده اصبح بقى مصدر طاقه كهربيه، مصدر طاقه كهربيه ممكن يتكهرب، هو بيخرج لك 400 فولت 3 فيز. يعني هنا النيوترال ايرسد. طبعا يو شود ايرسد اوف كورس فور بيرسونال سيفتي اند فور اكويبمنت سيفتي، صح؟ ايوه صح تمام يا دكتور. تمام. شوفوا ادي بانل كبيره، شكل اليو بي اس الكبير اهو، ممكن يبقى بانل 300 400 كيلو فولت امبير او 500 كيلو فولت امبير. ادي شكل اليو بي اس من داخله من قلبه. تلاحظوا هنا بقى ايه؟ تلاحظوا هنا ان انا عندي الانبوت ترانسفورمر والاوتبوت ترانسفورمر، ماشي؟ يعني انا لو رجعت للسكيماتيك دي، شوفوا انا هنا عندي كام ترانسفورمر؟ عندي فين؟ معلش، عندي انبوت ترانسفورمر، اوتبوت ترانسفورمر، باي باس ترانسفورمر. الاوتبوت ترانسفورمر ده وظيفته النيوترال، لازم تفضلوا فاكرينها. والانبوت ترانسفورمر ده وظيفته الايزوليشن، بعزل عن الشبكه وبشيل جزء من الهارمونكس. والباي باس ترانسفورمر برضو عشان العزل عن الشبكه لو اشتغلت مع الشبكه. هذه الثلاثه ترانسفورمر. عندي برضو السيركت بريكر بتاعت التوزيع، المين سيركت بريكر، وادي الانفرتر 3 فيزز اهم 1 2 3 خلاص، وادي التشارجز. واحد بقى يسالني امال فين البطاريات؟ مين يرد؟ البطاريات بتبقى محطوطه في حته ثانيه شكل اخر اهو لل اليو بي اس. ادي البطاريات. قبل ما اتكلم بس عن الحته دي ارجع هنا، شوفوا بقى هنا ادي الكونفيجريشنز بتاعت
الايه البطاريات بتبقى بنقول عليها باتري باكس. تمام، بنجيب احنا البطاريات كده تيجي بتتربط مع بعضها سيريز بارلل، سيريز عشان اوصل للفولتج اللي انا عايزه، وبارلل عشان اوصل للتيار اللي انا ايه اللي انا عايزه. شوفوا هنا دي باتري راكس اهي، دي مستخدمه في اجهزه الاتصالات، ماشي، متجمعه مع بعضها بحيث في الاخر اوصل للكرنت ريتنج اللي انا عايزه. طيب هنا بقى يا شباب تعالوا نرجع الثاني للرسمه دي، وهي البطاريه دي الليد اسيد باتري بتبقى عباره عن ايه؟ يبقى عندي حاجه اسمها بوزيتيف بليتس وعندي نيجاتيف بليتس، ويبقى بينهم ايه؟ يبقى بينهم سيبريتور، وبيتجمعوا كل بليت بتدي جزء من الفولت. لما نوصل مجموعه بارلل مع بعضها فقدرت اخد او طالما وصلوا بارلل معناه ان انا باخد بجمع التيار، اوصل سيريز معناه ان انا بجمع الفولت. وبقى بحيد على كده بتحط البطاريه جوه الكونتينر او العلبه بتاعتها او الباك بتاعتها، وتحط الالكتروليت وهكذا. البطاريات اللي انا شايفها دي بنسميها دراي باتريز، بطاريات الجافه. تمام، طبعا البطاريات دي مهمه جدا، تستخدم حتى في منظومات التحكم في السبستيشنز. اللي بعضكم زار مثلا اي محط سبستيشن لازم يلاقي الباتري والباتري تشارجر، لان انا لما باجي اشغل السويتش جيرز بتاعت الميديوم ما ينفعش اعتمد على المصدر اللي جاي، لان انا اصلا عمال اخرج من الخط ده وادخل على الخط ده، فبالتالي محتاج مصدر طاقه اندبندنت، وبالتالي فبنجيبه من الايه؟ من الدي سي باتريز. طيب قبل ما اروح للاكزامبل ده، اي سؤال؟ دكتور، هو البطاريات دي بتبقى دراي ولا ويت؟ كله دراي دلوقتي. دراي؟ كله دراي. تعالوا بقى انا خلينا يعني نفكر مع بعضنا، انا لو عندي بطاريه السيل 12 فولت، ماشي؟ وانا عايز اوصل مثلا ل 400 فولت، استخدم كم سيل بارلل؟ ماشي؟ استخدم كم سيل بارلل؟ تعالوا مع بعضنا نحسب، نقول 400 على 12، انتوا شايفين الكالكوليتر؟ ايوه يا دكتور. يبقى يطلعوا كم يا شباب؟ 33 ايه؟ 33 ايه؟ 33 سيل، صح؟ طبعا انا لو محتاج اوصل 400 يبقى استخدم 33 و3 من 10 ولا استخدم 34؟ 34. برافو. سؤال تاني، اذا كانت السل الواحده سعتها 100 امبير، لو عايز هستخدم 33 34 سل سيريز اوصل 400 فولت، خدوا بالكم. طيب عايز اوصل 200 امبير، اقوم اجيب مجموعه تانية سيريز توصل بارلل ولا سيريز معاها؟ رد. لو عايز اجمع الكرنت بوصل بارلل، يبقى انا هستخدم 34 واحط الثاني معاهم 34 ايه؟ رد بارلل. يطلع المجموع كام؟ يلا نحسبها مع بعض. 34 في كام؟ 2. بيطلعوا كام؟ 68 سنت. تفهم الكلام ده؟ ايوه تمام يا دكتور. تعال ناخد الاكزامبل ده. هنا بيقول لي ايه في الاكزامبل؟ انا عندي يو بي اس قدرته 100 كيلو فولت امبير، هيغذي او بيتغذى من مصدر 380 فولت. بيقول لي اديني قول لي عدد الباتر سترينج. كلمه باتر سترينج سترينج معناها ايه؟ انا لو انا اوصل بس عشان اوصل للتيار المناسب بحط سترينج ثانيه. فهو بيقول لي قول لي عدد الباتري سترينجز وعدد الباتري سيلز اللي نستخدمهم علشان اعمل باك اب كاباسيتي 200 امبير اور. كمان مره افهمه، انا عايز هو كده من الاول بقول لك بص انا عايزك انا عندي اسمه ايه؟ يو بي اس 100 كيلو فولت امبير، بس انا عايز
انرجي فيه او كارنت كاباسيتي فيه 200 امبير ساعه. البطاريات يا جماعه الساعه بتاعتها بتتعرض بالامبير اور. جيفن ذات ان السيل الواحده 12 فولت 100 امبير اور، يبقى هنا ايه؟ نرجع نسال نفسنا سؤال، الله ال 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 هو ال انا لو رجعت للرسمه دي هنا المصدر لما يكون 380 فولت يبقى اكيد في على شمال هنا في ريكتفاير ولا مفيش؟ في يا دكتور. وانا وشرحت لكم قبل كده لما يكون عندي 380 يبقى انا الدي سي باس هوصل على الايه الفولتج بتاعي، هشتغل مع البيك ولا هشتغل مع الار ام اس؟ مع البيك. بشتغل مع البيك عشان الاكتفاير هيواصل على بطاريه، يعني كانه واصل على مكثف، فبالتالي هضرب 380 في جذر 2 هيبقى الفولتج هنا يطلع مثلا هنشوفها كده هيطلع الفولتج قد ايه؟ شوفوا الفولتج الدي سي لينك فولتج 380 في جذر 2 طلع كام؟ 537 فولت. طب انا ازاي من بطاريه 12 فولت اوصل من بطاريه 12 فولت اوصل 537؟ اقوم اقسم ال 537 على 12 يطلعوا كام؟ نعتبرها 45. 44.7 من 10 ايه؟ سيل. يبقى 45 ايه؟ سيل. بس هنا في المساله بيقول لك ايه؟ انا عايز سعه التيار 200 امبير اور مش 100، 200 امبير اور. يبقى انا هنا هستخدم كام سترنج؟ السترنج الواحد دلوقتي هيديني 537 فولت بس سعه التيار فيه 100 امبير، بس انا بقول لك انا عايز اسيب 200 امبير اور. عايز افضل اغذي حمل 200 امبير 200 امبير لمده ساعه. او ايه بقى؟ خد بالك، ما هو يا اما تشتغل 200 امبير لمده ساعه او تشتغل 100 امبير لمده قد ايه؟ ردوا ساعتين. او 50 امبير لمده قد ايه؟ رد 4 ساعات. يبقى وانت بتعمل الديزاين بتقول انا بقول هو انا عايز الباك اب تايم قد ايه؟ الباك اب تايم قد ايه؟ مفهوم؟ طيب يبقى هنا عشان اوصل ل 200 امبير مش معنى 200 امبير اور ان انا لازم اخد 200 امبير كل مره، لا 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 لا، انا ممكن اخد 10 امبير يا سيدي. يبقى انا كده اقدر اعمل باك اب تايم قد ايه؟ رده 20 ساعه. هنا الموضوع تصميم هندسي واقتصادي، وبتشوف احتياج اللود ايه بالدراسه متكامله. ماشي. يبقى هنا ايه؟ هناخد 2 سترنج في 100 امبير اور بيساوي 2. يبقى عدد السيلز كلها قد ايه؟ ما في السترنج الاولانيه قد ايه؟ 45 سيل، وفي السترنج الثاني بكام؟ 45 سيل. حطهم جنب بعض يطلعوا 90. الناس متخيله ولا مش متخيله؟ انا اتخيل. بصوا انا بحاول ارسم عشان برضو انا عارف ان هتلاقي في ناس دلوقتي زعلانه. يعني انا مثلا شوفوا اعتبروا كده بقى ايه؟ اهو انا هقطعها كده. ماشي؟ اهو كده ايه؟ اعتبروا هنا بقى عندي كام؟ 45 صح؟ معلش بكتب بصعوبه. ماشي؟ 45. خلاص؟ واكرر تاني معاها دي ايه؟ اجي هنا تحت اعمل ايه؟ اهو معلش. اهو بحاول اعملها معلش. خلاص؟ اعمل سترنج ايه؟ اعمل سترنج ايه؟ ها؟ تاني، صح كده؟ الناس فاهماني؟ ايوه تمام يا دكتور. معلش انا بحاول ارسم، انت فاهمين انا برسم ازاي. ماشي؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا بقى عندنا 45 وهنا عندي كام برضو؟ ها؟ 45. بس الفولتج هنا قد ايه يا شباب؟ حد يرد عليا بقى. الفولتج هنا كام؟ خمسة؟ فولتج هنا 45 في البطاريه، في البطاريه الواحده يا ولا الفولتج يطلعوا كام؟ رد. ها 45 في 537 فولت يا تمام. أيوة. 45 دي عدد السيلز.
وبعدين معاك. فهمت؟ ايوه تمام تمام وصلت؟ وصلت؟ ايوه وصلت. هم ده كده؟ تمام برافو برافو. تعالوا بقى ايه، ناخد مثال تاني. بيقول لك ايه؟ It's required to have a clock time of 3 hours of 155 كيلو فولت امبير كريتيكال لود. يعني انا ايه؟ عندي كريتيكال لود طاقته 155 كيلو فولت امبير. وهو انا بقول لك كده، العميل بيقول لك والله اديني باك اب تايم 3 ساعات. بس خلي بالك اللود باور فاكتور 0.88 والافشنسي بتاعت الانفرتر 0.97. السورس فولتج 400 فولت، يلا اشتغل. ايه رايك؟ وخلي بالك بيقول لك انت هتستخدم لي سيلز السيل 12 فولت 100 امبير اور. ادي يا سيدي المعطيات للمساله، لود 155 كيلو فولت امبير، اللود باور فاكتور 0.88، الافشنسي بتاعت الانفرتر 0.97، المصدر 400 فولت 500 هرتز، السيل الواحده 12 فولت 100 امبير. يلا صمم. بسيط. نرجع نعمل نقول ايه؟ هنقول ان الدي سي لينك باور، اول حاجه انت لازم توصل للدي سي لينك باور بامر طبيعي. اذا كان اللود بوينت 155 كيلو فولت امبير ماشي، يبقى الباور بتساوي كام؟ اضرب في 0.88 واقسم على الافشنسي، يطلع لك ان الباور 140 كيلو وات. ادي الدي سي لينك باور. الدي سي لينك فولتج اضرب 400 في جذر 2 تطلع 565 فولت. طب التيار اقسم ال 140 كيلو وات على الفولتج يطلع 248 امبير. ادي احنا جبنا كام؟ ال 248 امبير. يرجع يقول لك ايه؟ يقول لك انا عايز امبير اور لمده 3 ساعات، اضربهم في بعض طلع ان الكباستي بتاعتي قد ايه؟ 744 امبير اور. ماشي. اول حاجه انا عايز اجيب لي سترنجات. ما هو انا السيل الواحده 100 امبير اور، اضرب بقى 744 على 100 يطلعوا 7.4. اذا انا هستخدم ايه؟ 8 سترينج، صح كده؟ هستخدم 8 سترينج. ماشي، بس السترينج فيها كام سيل؟ بسيطه، هقسم 565 اللي انا حسبتها هنا على 12 تطلع 47 سيل. طب عدد السيلز اهو، عدد السيلز توتال نمبر اوف سيلز 47 في 8 يطلعوا 876 سيل. وضحت يا قوم يا شباب؟ تمام ايوه تمام يا دكتور. حد ليه اسئله يا شباب؟ حد مش فاهم؟ لا تمام يا دكتور. حد زعلان؟ محاضره صعبه؟ طيب تعالوا بعد كده انا هشرح لكم حاجه سريعه. ده كان استخدام اليو بي اس لما يكون عندي مصدر قدره كهربائيه باستخدام الانفرترز. لكن لما يكون انا محتاج بقى لودز كبير ضخمه، لودز ضخمه كبيره، مثلا محتاج عايز يو بي اس 1 ميجا فولت امبير او 2 كيلو فولت امبير زي اللي انا حكيت لكم عنه بيستخدم في المطارات، فبيستخدموا حاجه اسمها الروتري يو بي اس. ده بيكون عندك ديزل جنريتور، ديزل انجن، ومعانا حاجه اسمها كلاتش، ومعايا المولد الكهربي، وفي النص بيكون في حاجه اسمها الاكتويتر. في الاول الكهرباء جايه منين؟ من الشبكه ماشية رايحة على تشوك كده، ورايحة فين؟ رايحة، خدوا بالكم بقى هنا عندي الـ هنا الالترنيتور ده ماشي بيتغذى كأنه ايه؟ كأنه موتور ورايح على اللودز. شوفوا هنا الأول كيو واحد شغال، كيو اتنين شغال، وكيو ثلاثة ده الباي باس مفتوح. واضح يا جماعة ولا مش واضح؟ حد يرد علي. واضح يا دكتور. طيب شوفوا شايفين ايه اللي بيحصل؟
الموتور او الالترنيتور في اللحظه دي بيشتغل كانه موتور ماشي، والجزء اللي في النص الاكتويتور ده بيكون حاجه فلاي ويل كاينتيك انرجي، بتحتفظ بكاينتيك انرجي كبيره تمام. وفي اللحظه دي بيكون الديزل انجن ايه شغال ولا واقف؟ واقف. طيب هنشوف المشكله دلوقتي. راقبوا كيو واحد، راقبوا كمان مره اسف مش راقبوا كيو واحد، لا استنوني راقبوا خط الترانسميشن، الكهرباء جايه من هنا هتبتدي تقطع، الكهرباء تقطع من على الحته اللي شايفينها بشوف فين. الكهرباء قطعت، ده لا يزال صاحبنا ده ايه؟ ده داير ماشي. يعني اول ما الكهرباء قطعت ايه اللي حصل؟ الالترنيتور داير والديزل انجن يبتدي يدخل، على ما الديزل انجن يدور الكاينتيك انرجي هنا تعوض فرق الزمن ده، فتفضل الكهرباء خارجه من المولد ورايحه للايه؟ للنودز. الكهرباء طبعا لما قطعت في واحد فتح وشغالين على كيو 2 رجعت الكهرباء تيجي. بصوا الكهرباء اول ما تيجي اللي يحصل هيقفل ده، قبل ما يقفل ده هيوقف الانجن، هيوقف الانجن اهو وقف وعادي جدا. وضحت الفكره يا جماعه؟ ايه رايكم؟ تماما. على فكره مديكوا دي يعني فور انفو، دي مش في المنهج بس انا بوريكوا الدنيا فيها ايه ماشي. دلوقتي انا كده خلصت، بس قبل ما تخرجوا انا عايزكم في حاجه تقريبا بيعملوها، انتوا اكيد فاهمين الكلام ده، الحكايه بتاعت الكواليتي. فانتوا لازم هفتح لكم، انت احمد يا عبدون معايا؟ ها احمد عبدون؟ احمد عبدون مش معانا؟ طب يا ديفيد معانا؟ يا ديفيد اصحى لي انت يا ديفيد. معاك يا دكتور، وفي حاله في المندوب طيب. برضه انا محاول بس اشغل ده. الو يا جماعه معلش، ليه بتكلمني؟ مع حضرتك يا دكتور، سامع حضرتك. انا يظهر انا عملت حاجه غلط فخرجت، معلش معلش. طيب انا هنا خلاص، انا كده سالي هعمل ستارت فاينل كوتشنير، هل ده بيفتح عندكم ولا انتوا بتحتاجوا اللينك؟ بنحتاج لينك يا دكتور، او اللي هو الكيو ار كود. وانا هديها لك ازاي؟ ممكن حضرتك تبعتها في الشات بتاع الميتنج. طب ازاي؟ عايز قبل ما ابتدي بس اشوف هعملها ازاي. هتلاقي جنب علامة الشير في علامة المايك، وبعدين الكاميرا، وبعدين مور ورياكشنز، وبعدين في الشات. فين الشات ده؟ هو ده؟ وانا مش شايف حضرتك، مش عامل شير. حلو، نعمل شير تاني. معلش معلش، واحدة واحدة علي شير. معلش تزعلوش، وبعدين ديسكتوب ويندو ماشي، وبعدين اهو صح كده. انا كده عملت شير ماشي، ظهرت عندك صح؟ لسه بتحمل يا دكتور. ماشي كده الشير باين، ودي علامة الشات. دي علامة الشات.
دي انا اقدر ابعت لك فيها فين حاطينها فين. هتدوس تحت على كلمة ريبلاي وتعمل بيست مش للينك عايز وبعدين تدوس انتر. بس فهمت خلاص، احطها هنا صح كده؟ تمام. يعني انا اقدر اكتب هنا صح؟ ماشي. جاهزين قبل ما اختار. خلاص انا كده هعمل ستارت. يعني انا قبل بس ما اعمل ستارت، يعني انا يعني بأعرب الاول ان انا مبسوط ان انا اتعاملت معاكم، وكان نفسي اشوفكم، وكان نفسي التدريس بطريقه احسن من كده، ولكن يعني ايه هذه الظروف التي هي فرضت على الجميع. فيعني نتمنى ان احنا ان شاء الله نشوفكم في ظروف احسن، ونتمنى لكم كل التوفيق. تمام. انا كده عملت الايه الستارت كده، اقول جو ستارت كوتشنير. فين بقى اللينك؟ اجيبها منين؟ ما فيش. هي دي فين اللينك؟ هي دي صح؟ اللي هو HTTPS ده. حلو. كنترول كوبي وارجع تاني على هنا. على هنا صح؟ يلا كنترول فيو جابها سيند. خلاص كده راح تشوفوا صح كده؟ خلاص يا جماعه اعتقد انا هخرج صح كده؟ ايوه وصلت يا دكتور، وصل يا دكتور. طب انا كده هخرج. تمام ماشي يا شباب. دكتور هو حضرتك بس الامتحان هيبقى بالتساوي ما بينك وما بين دكتور مصطفى؟ درجات؟ اعتقد انا بسال بدي حته زياده عشان الدكتور مصطفى بياخد المتر. تمام؟ يعني تقسيمه الدرجات دي تبقى كام وكام؟ تقسيمه بتاعت الدرجات يعني ممكن 60 40، 60% 40% كده. تمام؟ يعني 60 40 يا 65 35 دي لسه انا منسقها مع الدكتور مصطفى. انا هسيبكم بقى عشان تشتغلوا ماشي، عشان الوقت المتاح 15 دقيقه. تمام يا شباب. تمام يا دكتور، بس بعد اذنك عايز اسال سؤال. هو يعني شرح حضرتك والنشيتات كفايه للامتحان ولا في مواد ثانيه ممكن نبص عليها؟ قول ثاني يا ابني مش محتاجش كويس. بالنسبه للامتحان هيكون شرح حضرتك كافي والشيتات كافي ان احنا نخش بيها الامتحان ولا طبعا حضرتك الشرح بتاعي والاسئله اللي موجوده في البرزنتيشنز بتاعتي الامتحان ما بيخرجش عنها، عشان ما تغلبوش نفسكم والاقي حد يروح يعتمد على ورق درس ويعتمد ياخد درس والكلام ده كله. الكلام ده يأذيكم. الكلام ده انت اذا ذاكرت المحاضرات كويس، اللي حضر معايا واللي سمع المحاضرات واللي شاف الأمثلة المحلولة مش مطلوب أكتر من كده. تمام؟ تمام. هيكون برضو في نظري ولا دكتور رسالة؟ طب أسمعك وأسمع زميلتك بعد كده. قول أنت كمل كلامك يا ابني. الامتحان هيكون في نظري ولا يكون كله مسائل؟ ربنا باشمهندس اللي في الخطة طلع. هو كان بيسأل هيبقى في نظري ولا كله مسائل بس؟ ما احنا قلنا في جزء نظري. النظري ده اللي هو على ايه بالظبط؟ على الابلكيشنز يعني اللي خدناها على على التقنيات بتاعه الانفرترز اللي احنا اتكلمنا عليها، على الجزء اللي انا درسته معايا يعني. تمام. طب اللي هي الابلكيشنز او اللي هي الصور، الصور اللي كانت في اول وتاني محاضره دول ممكن نسائل فيهم اللي هم بتوع الابلكيشن؟ فكريني يعني، ما انا قلت كلام كتير فكريني تقصدي ايه؟ هو انا مش فاكره هي الصور كانت بتتكلم على الابلكيشن بس هي ما كانش عليها كلام، كانت صور بس وحضرتك قلت عليها. لا لا يعني هتفيد الصور انا بجددها لك عشان اوضح لك الامور ماشيه ازاي، لكن انا اكيد مش هسالك على صوره يا باشمهندس صح كده؟ زي النموذج النهارده لما شرحت لك مثلا الروتر يو بي اس، انا بديها لك فور يور انفو معايا، لكن مش هسالك فيه. تمام. اشكركم ومتشكرين يا جماعه. حد ليه اسئله تانية قبل ما اخرج؟ يلا عشان تقولوا كله ريكورد شمس كيو بتاع ضيع اولاد الوقت بتاع الكوتشينيه ده مظبوط بتاع 7 8 دقائق ماشي. اللي عايز حاجه برضه يشرفني في المكتب مفيش مشكله خالص. تمام تمام يا دكتور. يعني اللي عنده اي تساؤل يقدر يسيب لي تليفونه حتى مع سكرتيري القسم وانا اكلمه مفيش مشكله، او يجي يقابلني. تمام كده. يعني انا ممكن ان شاء الله ابقى موجود في كل يوم الثلاث الصبح
الساعة 10 في مكتبي اللي عايز يقابلني. تمام؟ تمام. شكرا لك، مع السلامة.